الحقيقه كمان معانا معالي وزير الشباب الدكتور اشرف صبحي، زي ما بنقول طبعا يعني اللي كان مدي دفعه كبيره جدا لهذه البطوله واحد اسباب نجاح هذه البطوله. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، بخير يا معالي الوزير. ببارك لحضرتك طبعا النهارده التاهل دور الثمانيه، وببارك لحضرتك روعه التنظيم وروعه يعني البطوله وجمالها وصوره مصر العظيمه اللي ظهرت قدام العالم كله. طبعا الحمد لله، يمكن مبروك. الدوله المصريه كلها نظمت واحد من اكبر الاحداث العالميه في الفتره الحاليه، والحمد لله يعني صعود الفريق النهارده طبعا ده شيء مهم جدا. مباراه كانت صعبه جدا، فريق اسبانيا ده جديد، فريق جامد. المباريات الجايه كلها دور الثمانيه والثمان فرق طبعا كلها مباراه سهله، فربنا يوفق اولادنا ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقنا في التنظيم ويكفوا كل اللي على ارض مصر بسلامه الله. دكتور، يمكن حضرتك بنشوفك في المدرجات بتنفعل كاحد مشجعي منتخب مصر، ابدا بتنسى ان انت معالي وزير الشباب والرياضه، فالحقيقه ده بيوصل للاعبين، وانا يعني بشكل كبير شايفين ده يمكن رساله من حضرتك للاعبين. حضرتك اكبر مؤيد وداعم لهذا الفريق. لا كلنا والله، بالعكس كلنا قاعدين على اعصابنا، لان الفرقه طبعا احنا مع التنظيم الكبير اللي موجود ده، كمان الهاندبول يمكن مخططين له يعني سنتين بالورقه والقلم زي ما بيقولوا. جائحه كورونا يمكن عصبتنا في شويه حاجات، لكن ولادنا رجاله بننفعل، لان يعني منتخب مصر مصر يعني بعد بلدنا، فلازم نستعد ونفرح، وان شاء الله يعني ربنا يكرمنا دايما بيه. يمكن يا دكتور حضرتك من اول يوم توليت مسؤوليه وزاره الشباب والرياضه، وكنت يعني شغال في ملف السياحه الرياضيه، وكنت حضرتك دايما في ناحيه الاستثمار الرياضي حاطط ده اول بنود طبعا برنامجك تنشيط السياحه الرياضيه في مصر كاحد دعائم الاقتصاد المصري، والحمد لله بالبطوله دي بشكل كبير جدا الامر تحقق، واكيد ده يعني فخر كبير جدا لصناعه الرياضه في مصر يا دكتور. طبعا الحمد لله احنا 2019 2020 منظمين اكثر من 60 بطوله دوليه واقليميه على مستوى مصر. 2020 بالرغم يعني الجائحه وحاجات كتير قوي، قدرنا ان احنا بنجاح يعني ننظم هذه البطولات، اهمها طبعا 2019 كره القدم البطولتين، و2020 اهمها طبعا 2021 في العالم الميجا ايفنت او الاحداث الرياضيه في الاجنده الرسميه، عدم الاجنده الرسميه ده شيء مهم جدا. يعني العالم كله بيشوف بلدنا، بيشوف احنا قد ايه الحمد لله عندنا منشات على اعلى مستوى، عندنا يعني خبرات في تنظيم، يعني حاجات كثيره جدا بنعبر عنها، وايضا تروج سياحي بلدنا يعني من خلال الرياضه. ودكتور الحقيقه يمكن احنا قلنا في برنامجنا هنا يمكن من الحلقه اللي فاتت ان مصر هي الفائز الاكبر بصرف النظر عن نتيجه المنتخب، طبعا نتمنى المنتخب حصوله على كاس العالم، ولكن مصر كان ليها مكاسب كثيره من بطوله العالم، وحضرتك شايف الرؤيه اللي احنا شايفينها دي يا دكتور ولا لا؟ طبعا احنا شايف الرؤيه ديت، وعشان كده كان في اصرار ودعم الداتا من القياده السياسيه والحكومه المصريه وكل زملائنا في الحكومه، الحقيقه ادوا يعني جميع المسانده، كمان الاتحاد الدولي الحقيقه يعني معانا اول باول، لجنه منظمه كلها الاتحاد المصري، يعني تيم عمل كبير جدا. كنا نامل طبعا لو ما فيش جائحه كورونا كان جماهير كل المدرجات، لكن احنا يعني تماشينا مع الصالح العام، ويعني كملنا لغايه الاخر ان شاء الله ربنا يكرم. والبطوله تخلص على يعني 1000 كتير، وفريقنا يوصل لابعد نقطه، يعني ربنا يكرم ان شاء الله. يعني ان شاء الله دكتور، يعني حضرتك معايا على التليفون طبعا، يعني بنطلب من حضرتك توجه رساله لكل جماهير مصر ومحبي الرياضه المصريه، توجه لهم كلمه تقول ايه يا دكتور؟ احنا بنشجع بلدنا، بنشجع الرياضه، بنمارس الرياضه، الرياضة محبة، الرياضة عطاء، الرياضة تعصب، الرياضة إن شاء الله نوصل بيها لأعلى حاجة ترفع كده علمنا بالرياضة إن شاء الله. طبعا رسالة أكيد ليها معنى كتير معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي، وأكيد حضرتك تعني ما تقول، وإن حضرتك دايما بتحط مصلحة الدولة، وده اللي عهدناك على حضرتك يا دكتور، إن دايما أبدا حضرتك بتحط مصلحة الدولة المصرية والرياضة المصرية في المقدمة. طبعا يا كابتن عايش معالي الوزير. طب اتفضل يا دكتور اتفضل.
فاكرين. شكرا جزيلا معالي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كان في مداخله معانا، وواضح طبعا ان معالي الوزير في ارض الملعب بيتابع المباريات، طبعا بنشكره. والحقيقه يعني اتكلم يعني في امور كتيره، والحقيقه واضح ان طبعا ممثل الدوله المصريه الدكتور اشرف صبحي شايف كثير من الرؤى الحقيقه اللي احنا شايفينها، والرسائل الحقيقه اللي احنا شايفينها من هذا او هذه البطوله بصفه عامه، وان مصر هي الفائز الاكبر من تنظيم هذه البطوله.